من أجل تشجيع الطاقات الشبابية، أقامت وزارة الدولة لشؤون الشباب المباراة النهائية لمشروع مباراتنا لكرة القدم، وتهدف هذه المبادرة إلى تأكيد أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لإنجاح المبادرات الموجهة إلى الشباب. انطلاقاً من حرص الكويت على دعم المبادرات الشبابية، جاءت هذه المباراة التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب لممارسة هواياتهم في أجواء صحية تساهم في خدمة المجتمع ودعم طاقات الشباب. هذا الدوري النموذجي اللي من خلاله نولد أو نولدت مواهب شبابية عديدة بما يخص كرة القدم. اليوم هذا الإنجاز يعد إنجاز عظيم لقطاع التنمية الشبابية وإدارة الأنشطة الترويحية التابعة لوزارة الدولة لشؤون الشباب. احنا اليوم نتمنى أن هذه البطولة إن شاء الله تكون فتحة خير للعديد من الأمور اللي إن شاء الله راح نشوفها مستقبليا بما يخص الرياضة، مو بس بكرة القدم بل في جميع المجالات. وبروح إيجابية وودية انتهت المباراة بإحراز فريق اليوفي من محافظة الفروانية للقب بعد فوزه على فريق المرحوم عيسى القناعي من محافظة مبارك الكبير. احنا اليوم دائما تسعى الوزارة الى إتاحة الفرصة للشباب واحتواء امكاناتهم في خصوصا في مجال الرياضة اللي هي تعتبر رياضة كرة القدم، هي المعشوقة ليست على مستوى دولة الكويت، على مستوى العالم. الشباب يرغبون في ممارسة هذه الرياضة وابراز ابداعاتهم في هذا الجانب. يعني صراحة شيء رائع من الوزارة ومن العموم، حتى اللاعبين كانوا في تعاون معنا من الجانب السلوكي من الجانب الأخلاقي، بغض النظر عن موضوع الفوز والخسارة، هي كرة قدم بالأخير وإحنا جايين نستانس كلنا، يعني وجايين ننظم شيء حلو رائع، حتى حق النوادي حلو، حق الاتحاد حلو، حق الجميع. الأعمار كانت من 16 سنة إلى أعلى شيء، يعني لان هم كانوا يعطون الباصات وهم اللي يتحركون وهم يمكن انا عندي المهارات شويه، بس هم كانوا يعني معطيني المساحه ومعطيني كل شيء ان يعني ان اكون افضل لاعب. فصراحه يعطيهم العافيه وهم وايد اشكرهم. ابي اصير لاعب هجوم النصر. التنسيق المميز بين كوادر وزارتي الشباب والتربية واتحاد الجمعيات ساهم بإنجاح المشروع بشكل كبير بمشاركة أكثر من 2000 شاب من جميع محافظات البلاد. إن مثل هذه المشاريع هي ما يدفع الشباب نحو الإنجاز والإبداع نحو مستقبل أفضل. من مدرسة ناصر السعيد، شريف العمران، تلفزيون دولة الكويت.